الدعم النقدي موجه للأسر الأردنية المقيمة على أرض المملكة اللي مجموع دخل جميع أفراد أسرها خلال عام 2018 العام الماضي أقل من 12,000 دينار. راح يصرف باسم رب الأسرة المقيم على أرض المملكة. إذا كان رب الأسرة مش مقيم في الأردن هو بيستفيد من الدعم، شرط أنه يكون أبنائه مقيمين في على أرض المملكة وأنه يكون دخله ودخل جميع أفراد الأسرة أقل من 12,000. جميع الأسر الموجودين في القطاع الخاص سواء بيعملوا في القطاع الخاص أو ما إلهم عمل هم المشمولين بتقديم الطلبات من خلال موقع دعمك. في الفئات اللي مستثناة من تقديم الطلبات هي أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين المدنيين، متقاعدين العسكريين، متقاعدي الضمان الاجتماعي، وأيضا اللي بتقاضوا تقاعد ورثة سواء بالضمان أو التقاعد المدني أو العسكري أيضا كمان هم مستثنيين، وأيضا المستثنيين أرباب الأسر اللي بياخذوا من صندوق المعونة الوطنية هذولا مستثنيين من تقديم الطلبات. موقع الدعم دعمك سيبقى يستمر في استقبال طلبات من القطاع الخاص من الأسر في القطاع الخاص لمدة 90 يوم من تاريخ 20 الشهر، يعني راح يظل يستمر مفتوح لاستقبال الطلبات حتى 20/5 إن شاء الله. معلومة بنوصلها للإخوان أرباب الأسر، لن يكون هناك تقديم طلبات بعد 20/5. إحنا الآن طلبنا من جميع الوزارات ودوائر الدولة والمؤسسات المختلفة بيانات ومعلومات حتى يزودونه فيها. مع نهاية شهر آذار القادم سنبدأ بصرف الدعم وفقاً لهاي البيانات اللي راح تصلنا، وإن شاء الله ما بتتأخر هاي البيانات من جميع الجهات.